هناك في المشهد العراقي انقسامات بين أطراف معينة، وبعض هذه الأطراف تدين لقوى إقليمية في المنطقة، وبالتالي يعني قد تكون هناك صراعات أو تنافسات غير شريفة في هذه الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا على الاستضافة. خلينا نتفق على مبدأ أنه هذه الانتخابات مهمة لسببين. أولا تأتي بعد انتصار العراق على داعش وتطهير العراق من الإرهاب، وتأتي أيضا بعد 15 سنة سنين عجاف لم يعني يحصل فيها أي تقدم ولا إعمار، بالعكس قتل ودمار، والوضع العراقي كنا يعني متابعيه ووصل إلى ما وصل إليه. فمن هذا المنطلق تعتبر هي نقطة مراجعة عراقية لفترة قادمة، وتأتي أيضا في مرحلة تشظي الأحزاب السياسية كما لاحظنا، يعني الكتل الشيعية تشظت، الكتل السنية تشظت، حتى الكتل الكردية اللي كان كل يتصور أنها يجمعها القاسم القومي تشظت، يلوح في الأفق في الكتل الكردية تغير في الهيكل، حتى تغيرات كبيرة وتشظيات كثيرة وانسحابات وانقسامات. فكل هذه الأمور أصبحت نقطة انطلاق جديدة. فوق هذا وذاك أنه على الواقع السياسي العراقي الإنجازات من 2003 إلى هذا اليوم تكاد تكون معدومة. يعني 15 عاما لم يقدم السياسيون الذين حكموا البلد بكل تياراتهم الإسلامية والليبرالية، وطبعا اللي بيده السلطة هي تيارات الإسلامية، والتي كل الشارع العراقي يجزم أنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أهداف العراقيين في الخير والتقدم والديمقراطية والإعمار. لأن الصراعات كان بينها صراعات مذهبية. بالضبط، لأنه الصراعات كانت على السلطة، واللي يتصارع على السلطة يفقد كل الاعتبارات، همه تكون السلطة. فطبعا يكون الصراع يدخل في التأثير المالي، يدخل في التأثير الإقليمي، وهذا مشكلة المشاكل في الواقع العراقي. هناك تأثيرا، حضرتك سألت، هناك تأثيرا إقليميا واضحا في العراق، سواء من قبل إيران أو من قبل تركيا أو من قبل بعض الدول العربية والخليجية. هذا التأثير واضح يلمسه المواطن، ويكاد يضع ليبل أو علامة على الجهات أو الأحزاب أو حتى الشخصيات التي تنتمي أو تتأثر أو تمول من هذه الدولة. لذلك القطارة هنا سيتحدث.